أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا بني آدم فهم، عم بحكي معك بهدوء، ما راح أعصب. قولك أنا كلياتي كنت غايب عن الشغل، أنتوا عملتوا حادث بالسيارة، أنا ليش لحتى أدفع معكم مصاري؟ قولك يخرب بيتك من حالك، عم بحكي مع الحيطان أنا؟ لا تعلي صوتك، أنت عم تعلي صوتك. ما راح ادفع ولا ليره، وعم ايش بدكم تعملوا؟ رمي خلطي يخرب بيتكم من حالكم، ارمي خلطي، بدهم يصبوا عينهم كت عينك، يخرب بيتكم، وين كنتوا تهربوا من ربكم؟ وينكم عبادة؟ يو شو بهذا اليوم معصب عم قاعد تبان شو؟ الله يستر بس. يلا نعم ابو عبادة، ايش بدك شيء؟ غسلتي القميص اللي قلت لك غسلتي لي اياه الصبح؟ ايه؟ لك غسلت لك غسلته ونشرته ويمكن هلا نشف. ولك شلون لحالي تغسليهم؟ شلون لحالي؟ بس بدك تكذبي؟ ولك اذا هلا انا شفتهم معلقين بالحمام. اي ولك ما لحقت، كان في عندي غير شيء عبر انظفهم. هلا بغسل لك اياه بسرعه وبنشف لك اياه وبكوي لك اياه بنشفتك كلهم. ولك لا تتصرفي من راسك، روحي مع وجهك فورا تغسلي اياهم، خمس دقائق بدي اشوفه عندي هون بسرعه. يلا. ولك شو هذا بس بده يعمل مشكله؟ يلا حاضر قولي. يا صبر أيوب. خدوج يا بنت السلام، تعالي لعندي الهواء بسرعة. نعم بابا أمور، ايش بدك مني؟ قولك أنت ما تفهمي حكي. ليش عملت أنا؟ أنت قلتي لأمك الصبح بدك مصاري؟ أمي غلطتك مو؟ إيه، طلبت من أمي مصاري صح؟ وليش طلبتي منها مصاري بقى؟ اليوم هيك في طلعة رفقاتي بدهم يروحوا ويطلعوا ياكلوا شاورما، كنت بدي أروح معهم. شو؟ رفقات؟ وشاورما كمان؟ يخرب بيتك من حالك، انت لا تستحي على حالك، ولك ما بتقولي عيب، ولك انت مو بنت، مو المفروض تكون بيك هلا عم بتساعدي امك هون بالبيت، ولك انت اصلا المفروض ما تطلعي على الشارع غير وقت المدرسة. اما انا ما بطلع غير وقت الدراسة، حتى وقت المدرسة ما بقى في طلعة، خلص خلصنا، ما بقى بدنا ندرس طاولة، ما بقى في روح على مدرسة طاولة، بدك تبطل تبركي هون بالبيت تساعدي امك بالبيت، حتى يجي حدا يتجوزك، حتى بعد ما يتجوزك ما بدي اخلي طالعك من البيت، نشتي نمشي يلا، يلا. اف يا الله يا الله، ايش الصوت؟ هيك ماني مرتاح، انا ماني مرتاح، لسه في واحد. وينك عبادة؟ وينك يا بطيخ؟ يا زفت تعال عندي لهون. قولي يا ربي تنطى على خير. يلا نعم بابا. تعال هون. شبك بابا؟ ايش في؟ ايش عم بصير معك؟ ايش قصدك ولك؟ ايش عم بصير معي؟ شايفني قدامك مجزوق انا؟ طيق عقلي شي مهستر؟ عم بلحس بحطي شي؟ لا، انا كنت عم بس لحتى خايف على صحتك، خايف. لا تخاف على صحتي، فهمان ولا لا تخاف على صحتي؟ خلاص مثل ما بدك. قولي لشوف، رحت عند الجماعة اللي قلت لك عليهم وقت بس لا تكمل، انا بكمل لك، رحت محل ما بعتني ورجعت وغسلت لك كل شي بدك اياه، وزي تحت مسحت السيارة من برا ومن جوا، نظفت لك اياه، وما اخذت معي المفاتيح، تركته معلقين شمان والمرش بس تضرب. انت ليش ما عم تحفظ؟ انا ما شايف عم تحفظ طبعا، ما رح فتح كتاب، ليش ما عم تحفظ؟ لسه هلا خلصت حفظ، صار لي دقيقة مخلص. بالله؟ وايش حفظت اليوم؟ ايش كنت عم بحفظ؟ ذكاء كانوا من زمان، شو اسمه؟ علوم، تاريخ، كنت عم بحفظ تاريخ. تاريخ؟ ممتاز، روح جيب لي كتاب التاريخ وتعال عندي، بسرعة. يلا فورا. استغفر الله العظيم بس. لا تطيري بوتشي، جبت لك دفتر بدل الكتاب لانه هان مكتوب عليه اجوبه. تفضل هات تشوف. بسيطه، تاريخ قلت لي، ايش عليه؟ جاوبني لاشوف. مين فتح الاندلس؟ بعرفه. لا تقوله. قولك انت اللي راح تقول مو انا، قول يلا. طيب قول لي اول حرف من اسمه بس. اول حرف؟ او لو انت محظوظ على اساس ماشي. اول حرف من اسمه الف. الف 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 ايه؟ ابو سمير الحمصاني. شهد على روحك ولك. لا ما انت مخربط، خليني افهمك بس. حيوان يا الله.
حبايب، قبل ما نكمل الفيديو حبيت اشرح لكم عن الاصدار الجديد للعبه بوب جي اللي جبت لكم اياه انا. اصدار جدا رائع بدقه عاليه جدا، وبنفس الوقت صار فيه كتير تحديثات، يعني ما عاد نلعب مثل لعبه بوب جي القديمه ابدا. اصدار حديث، حتى في عندكم صار لشحن الشدات تقنيه جدا عاليه، وبنفس الوقت لتبديل الاسلحه. حملوها من اول تاريخ مثبت مجانا، وكتبوا لي رايكم باللعبه. وهلا كملوا الفيديو. يخرب بيتك من حالك، نوم الظالم عبادة، ليتك تنام مات فيه. ابو بطيخ، ابو زفت، ابو عبادة، ابو عبادة. شو الساعة صارت؟ نسيت افيقك، صارت الساعة 8، حقك علي ابو عبادة. قولك يخرب بيتك، انا موتك فيقيني الساعة 6، ليش لحظة؟ قولك انتهيت معي، اجت عندي امي. بس روحي من وجهي، روحي من وجهي. ولك هذا الزلمة صار له اكثر من ساعتين عم بستناني تحت عباب البناية. قولك انا رايح عم تستناني الضيفه بالمطبخ. بس ما يكون ابو تحسين الله كان عم يستناني تحت. يلا جيت. ما بفتح الباب ابو عبيده، ليش فتحته؟ اسع من وجهي. انظري اشعك الخير يا ام عبيده. قولك انا وانت مو عندنا موعد من ساعتين قدام باب البناية. طالما ما بدك تنزل، ليش نقعدني تحت ساعتين بدك تشوفني؟ ولك انا مشانك يخرب بيتك من حالك، النهار اللي غبنا انا وانت مع الشغل عملوا حاجز بالسياره، وقال شو؟ كلياتنا بدنا ندفع اجار تصليح السياره، حتى انا وانت ولو كنا غايبين. شو؟ اخ يا ببو عيني، انا ما بدفع ولا قرش. مثل ما عم بقول لك بالضبط يا ام تحسين، والله هذا اللي صار بالحرف. لحظه، مين هالصوت هاد؟ كانه هاد صوت ابو تحسين؟ لك ايه والله، هذا صوت ابو تحسين. بس ليش اجى بدون ما يقول لي؟ وانت ايش عرفني؟ جوزي لجوزك هاد؟ هذا شكله نسيان المفاتيح، خليني اشوفه. روح قلب النكد، نكديه بتدفع مصاري للنكد، الله وكيلك مجننتني بالبيت. لك بتقاتل دبان وش... بس لا تعمل مشاكل، بس بتخلق مشكله، نكديه. ام تحسين ما في روحها، رجعي على المطبخ بلا مشاكل، رجعي. ام عباده بعدي من وجهي عم بقول لك، ها؟ ما رح خليك تروحي، ما بتعدي عجزتي، ارجعي لورا. ابو عبادة تعال هون شوي، تعال شوي ابو عبادة، يخرب بيتك. طول بالك ابو تحسين، يلا رجع لك. لحظة ثواني بس، لحظة. يلا جيتك ام عبادة. ام تحسين انت كمان هون؟ ايش هالصدفة حلوة؟ يا ميت اهلا وسهلا، والله منورة البيت، عم بقول ليش البيت منور. جوزك كمان هون، ها؟ اذا مالك خبر. مصيبة. كان معصب من شطافة الدرج، عم بقول هو نازل مع الدرج كبيت عليه مي، شو ما تفهمي غلط انت. ايه طول بالك ابو عبادة، سمعنا كل شيء، يعني شو ما تعذب حالك. والله القطع بروحه، انا عم بحكي علي هيك. ابو عبادة تصرف بسرعة، انا ما رح امسكه، تصرف بسرعة، وقفي عندك. يلا فورا. قولك هي فتك بالحديث، وخمة، منشحة، جربانة، مأملة، ريحة البيت طالعة لبرا، الله وكيلك. بس خلص لا تكمل، ما بدي أعرف. قول خليني أفشلك قهري من هالحرباية، مرتي المتجوزة مجننتني، الله وكيلك. شو بحك؟ دخلتنا بالحيطان، الله مبارك سين، أنا شطافة الدرج. قولك أنا شطافة الدرج؟ أنا عم بحكي لك عن البومة مرتي المتجوزة أنا. ايش هالفيلم اللي بتفرج عليه؟ بوليسي ولا أكشن هاد؟ بس الشخصية متقمصة، أنت من البطل كثير حلوة والله. بدها تقول لي علينا قناشة أتفرج عليه أنا كمان، يخرب بيتك من حالك، احكي مثل العالم الخلق، ولك ايش بك أبو عبادة؟ أنت ليش ما عم تفهمني؟ ولك يا أبو المفهومية، سد دربوزك وحاج تخبص بقى، يخرب بيتك، بدك تروح حالك شربت مي. ولك أنا هلا جاي أفشلك قهري أبو عبادة، بتقول لي حاج تخبص؟ ولك أنا رح أجن من هالبقرة المتجوزة. أبو عبادة بعد من وجهي عبالك أبو عبادة. ام تحسين والله بعرفك أدمية، ايش بك ترجعي لورا؟ قولي يا رب دخيلك. أبو تحسين حافظان صوت الكرسي شي؟ اقراها بسرعة وتشاهد على روحك، رح نشتقلك كثير والله. قولك بعدي يخرب بيتك، علقت على السما الله. أنا منشحة ومأملة ووخمة، يا مأمل يا منشح، يخرب بيتك، فوق ما تحملتك انت وخامتك. اعوذ بالله من الخبث والخبائث، العوض وسلامتك، رحت خالص، صار لي ساعه بقى تحكي بتاع الخلق، ما كنت تفهم ايش عمل لك. يخرب بيتك ابو عبده، انت عامل لي كمين عندك بالبيت؟ بدك تخرب لي بيتي؟ ولك ام تحسين ايش عم تخبص انت ببيتي؟ اي والله لا تاكل قتل،
لا تاكل قدر لا تفرق. او عمالة دخيلك خبيني يخرب بيت ابو توحشين. قولك فك عني يا شيخ، ناقصني انا. انت حسين انا معك على الموت، تخافي هجمي عليه. شو هجمي عليه؟ ما هجمي عليه. ام عبادة رجعي لورا انت يا حرمي، لا تدخل الموضوع. ابو عبادة انت بروح على طاقك ولك على طاول. انا مالي علاقة يا حشرة. فشرت انت الحشرة. انا فشرت. اي شو بك الحماقات كل هاد؟ ايش ثبتك المخلوقة؟ طول بالك ابو عبادة، يلا بسيطة بسيطة. شوفي يا حرمي انت خلاص ما عاد تلزميني منوب، بتروحي مباشرة هلا بتضبي اغراضك وبتنقلي على بيت اهلك. انت طالق. قولك ام عبادة تطلق يا باطل. ام عبادة بابوجك معك؟ ولو معي وحياتك. قولك انت طلقتي وطلقتي، غمدي عيونك وهجمي وكسري ولا تسألي. يلا يا حيوان طاب الموت. الله اذا حلفت لك مالي علاقة ما بتصدقي.